خلوتنا النهاردة يا أصحابي من الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا متى. تعالوا نفتح الكتاب ونشوف بابا يسوع عايز يقول لنا إيه. يلا يا أصحابي، إنجيل معلمنا متى الإصحاح رقم 5. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لإنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقال عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. بابا يسوع النهاردة يا أصحابي علمنا حاجات كتيرة جدا من خلال كلامه على الجبل، والشاطر فينا اللي يقرأ الكلام ده من الكتاب المقدس وينفذه عشان يفرح قلب بابا يسوع. عارفين يا أولادي، الموعظة على الجبل دي بنسميها دستور المسيحية، لأن فيها بابا يسوع علمنا إزاي نعيش في العالم. تعالوا يا أصحابي نطبق الآيات دي في حياتنا، ويلا بينا نشوف سؤال الحلقة إيه. لو حسيت إن في حد طردني وعيرني علشان أنا بحب بابا يسوع، أعمل إيه؟ يلا يا أصحابي نقرأ الآيات بتاعت النهاردة وهنلاقي الإجابة فيها، وبعتولنا الإجابة على الصفحة الرسمية للكاتدرائية. أشوفكم الخلوة الجاية. باي باي.